هنتكلم النهارده عن الداله الاسيه واللوغاريتميه والتحويل من الداله الاسيه للداله اللوغاريتميه وعلاقتهم بداله الln. طيب في الاول احنا هنتكلم عن كل واحد لوحده او كل داله لوحدها، وبعد كده هتكلم التحويل من داله لوغاريتميه للداله الاسيه. لوغاريتمز اي داله لوغاريتميه، لو نفترض ان y بتساوي لوغاريتم f of x للاساس a. انا ديت ليها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان قيمة ال a دي بتساوي 10، يعني نقول ان ال a بتساوي 10. الحالة التانية ان قيمة ال a ديت بتساوي اي رقم، بتساوي 4 3 2 اي رقم. الحالة التالتة ان ال a ديت بتساوي ال e اللي هو بيساوي تقريبا 2.7. في الحالة ديت هيبقى هنا شكل الدالة عامل ازاي؟ ان ال y بتساوي لوغاريتم 10، لوغاريتم f of x الاس 10. طب في الحالة دي هيكون هنا ان ال y بتساوي لوغاريتم a، لوغاريتم قصدي f of x الاساس a. تمام. الحالة التالتة ان هنا ان ال y بتساوي لوغاريتم f of x الاساس e اللي هو بيساوي 2.7. الحالة دي اللي هي ما هي هي بتساوي equal ان ال y بتساوي ln f of x، يعني ان لما y تكون بتساوي لوغاريتم f of x as e يبقى ال y بتساوي ln f of x. طب الحالة ديت، الحالة دي مفيش أي حاجة زي ما هي كده، هنعوض بالقيمة الموجودة. طب الحالة دي، الحالة ديت هنعوض بلوغاريتم ان انا ايه، ان لوغاريتم 10 هي بتساوي ال y بتساوي لوغاريتم f of x. طب اشتقاق الدالة، اشتقاق الدالة اللوغاريتمية، أي دالة لوغاريتمية أنا بشتقها كأنها دالة أسية بالظبط. اشتقاق الدالة الأسية خدناها قبل كده، أي دالة أسية أيا كانت. تمام. بعمل إيه في الدالة الأسية؟ بقول لو عندي مثلا أي دالة، بقول واحد على الدالة في إف داش بتاعة الدالة، ده الدالة الأسية. طيب هنا بقى هعمل إيه؟ هقول إن الواي داش بتساوي واحد على الدالة اللي هي إف أوف إكس. تمام. هضربها في مشتقة الدالة f داش اوف x. باقي حاجة؟ باقي هنا في a اصلا اللي هي 10. تمام. اللي هي لغة في، قول في لين a او لين 10، يعني ده ممكن نقول عليه ان y داش بتساوي واحد على f اوف x في ال f داش اوف x في لين 10. طب هنا اشتقاقها بايه؟ نفترض نقول ان ال y داش بتساوي برضه نفس الكلام، واحد على الدالة في f داش of x في ln a. هنا ال y داش بتساوي واحد على ال f of x في ال f داش of x ماشي في ln e. ln e ده كله بكام؟ بواحد. بس بشكل الاشتقاق ان ال y داش بتساوي واحد على f of x في ال f dash of x. خلاص هي ايه؟ الدالة الأسية. يبقى تفاضل الدالة اللوغاريتمية، تفاضل الدالة اللوغاريتمية ان هو لو عندي y بتساوي لوغاريتم a، لوغاريتم قصدي f of x الأساس a. تمام. يبقى ال y dash بتاعها بتساوي واحد على الدالة f of x في مشتقة الدالة f dash of x في ln ال a. طلعت بقى ايه؟ طلعت ب10، حط 10. طلعت الايه بقيمه ثانيه، تحط قيمه الايه. طلعت الايه بقيمه الاي، هتحط الاي اللي هي لين اي كلها بيساوي واحد. تمام. طيب احنا عايزين نحول ما بين الداله الاسيه والداله اللوغاريتميه. احنا قلنا من شويه ان اللين اي بيساوي واحد، ده استفاد منه ايه؟ استفاد منه بايه؟ استفاد ان انا لو عندي اللين بتاعه داله اف بتساوي لوغاريتم الاف للاساس اي، يعني هي اللين هي اللوج بس الاساس اي من تحت. عشان كده احنا قلنا ان اللين بتاعت الاي بيساوي كام؟ بيساوي واحد. عشان انا لو اعوض هنا، لو جيت شلت الكلام ده كده حطه هنا، اقول ان اللين بتاعت الاي بتساوي لوغاريتم اي اي حاجه لوغاريتم هنا، لوغاريتم القيمه الاساس بتاعها هتساوي واحد ايا كانت. يعني بقى كده اقول لوغاريتم 10 للاساس 10 هتساوي، انا حاسب اهي، هقول لوغاريتم
تمام. هنا قيمة اللوغاريتم، لوغاريتم 10 مثلا أساس 10 هنلاقيها بتساوي 1. طيب من الدالة دي احنا وصلنا لها ان اللين ايه بتساوي لوغاريتم لوغاريتم ايه لين ايه بتساوي لوغاريتم ايه فهتساوي ايه؟ تساوي قيمة الواحد. يبقى اي دالة هيديها لي ممكن احولها من لوغاريتمية لايه؟ لدالة لين. القانون بيقول لو عندك هنا لين اي حاجة بيساوي لوغاريتم اي حاجة بالاساس ايه، والعكس لو عندك لوغاريتم اي قيمة بالاساس ايه بتساوي لوغاريتم القيمة دي. تالت حاجة خواص الدالة اللوغاريتمية. لو عندي لوغاريتم a b ده هيساوي لوغاريتم a زائد لوغاريتم b، وده لا يساوي لوغاريتم a زائد b. طيب لو عندي لوغاريتم a over b ده هيساوي لوغاريتم a ناقص لوغاريتم b، وده برضو لا يساوي لوغاريتم a ناقص b. طب لو عندي لوغاريتم بتاع a الكل اس اكس بيساوي، انا شايف الاس ده ممكن انزله تحت هنا، يبقى اكس لوغاريتم a. طيب لو عندنا f of x بتساوي لوغاريتم a x، وعندي ان ال a محصورة ما بين الصفر محصورة ما بين الواحد، او ال a اكبر من الواحد، ايه ده وايه ده؟ ده لو تفتكر في حاجة اسمها المجال وفي حاجة اسمها المدى، ده المجال والمدى. طيب ده هستفاد منه بايه؟ هستفاد منه ان انا ممكن اعرف مدى القيم اللي ممكن تطلعها في الدالة. طب لو عندي اكس واحد لا تساوي اكس اتنين، يبقى لو عندي مثلا اكس واحد تساوي اكس اتنين، يبقى عندي لوغاريتم a بتاعت الاكس واحد لا تساوي لوغاريتم نفس ال a لقيمة اكس اتنين. طب العكس لو عندي لوغاريتم a اكس واحد بيساوي لوغاريتم a اكس اتنين، هنا ال a هي ال a واللوغاريتم هو اللوغاريتم، يبقى اكس واحد هتساوي اكس اتنين. طيب لوغاريتم واحد بالاساس ايه هيساوي كام؟ هيساوي صفر. اي حاجة لوغاريتم واحد بتساوي صفر، هنعرف ليه كمان شوية هي بتساوي صفر. طب لوغاريتم ايه؟ لوغاريتم ايه بالاساس ايه؟ هنا اس اكس ده هننزلها عادي، يبقى اكس لوغاريتم ايه بالاساس ايه؟ لسه شارحين دي ان اي قيمة تحطها فوق وتحت يبقى بتساوي واحد، يبقى ده هيساوي اكس في الواحد اللي هو بيساوي اكس. الدومين والمدى بتاع الدالة، الدومين اللي هو المجال بتاع الدالة بيساوي او هنا من صفر تمام لغاية ما لا نهاية، ده قيمة ايه؟ قيمة الدالة كاكس. طيب قيمة ال الرينج من سالب ما لا نهاية الواي لما لا نهاية. طبعا ده بيعبر عن قيم الاكس وقيم الواي، يعني ده هنا بيعبر عن الرينج، ده هو معدل تغير الدالة على الرسمة على محور واي، والدومين معدل تغير الدالة على محور اكس. طب احنا هنا طلعنا قيم تانية اللي هنا الايه، ده قيمة الايه، الايه تكون محصورة من قيمة كذا لكذا او اكبر من كذا، يعني ما ينفعش تجيلي ايه بالسالب، ينفعش ايه تحط هنا بالسالب، ليه ينفعش حط بالسالب؟ هنشوف برضو لما نيجي نربطها بالدالة الاسية تمام. هو محصورة ما بين صفر وواحد او اي اكبر من واحد، يعني ده او ده مش هتفرق، لكن ما ينفعش يكون اقل. ده المجال بتاع الدالة ككل، ده المجال والمدى بتاع الدالة مش بتاع ايه. طيب ناخد مثال على الدالة اللوغاريتمية. كان قال لك مثلا solve the equation
عندك عندك ان اللوغاريتم بتاع 4x-5 أساس 3 بيساوي لوغاريتم 3 2x+1. لو جينا هنا المسألة دي ممكن نبص في القوانين اللي فاتت هنا. لو قالك ان لوغاريتم الدالة أساس A ولوغاريتم الدالة الأساس A بيساوي هنا بيساوي بعض، يبقى الإكس أو قيمة إكس واحد بيساوي قيمة إكس اتنين. هو نفس الفكرة هنا، هنا اللوغاريتم هو اللوغاريتم والأساس هو الأساس، يبقى 4x-5 بتساوي 2x+1. انتوا من كده يعني والله ان 4x-2x بتساوي 5+1، يبقى هنا دي 2x+6، يبقى الاكس بتساوي 3. وكل الامثله هتبقى شغاله على نفس الكلام ده في الايه، في الداله. هنتكلم دلوقتي عن الداله الاسيه. تمام، الداله الاسيه، الداله الاسيه عندك كيوت مثلا f of x بتساوي ax. طبعا في فرق كبير ما بين لما اقول لك a اس اكس وما بين اقول لك اكس اس قيمه اللي هي مثلا اس 2. دي لا يمثل الداله الاسيه، ده يمثل الداله الاسيه. الداله الاسيه تعرفها ايه؟ هي اساس، ماشي، الاساس اللي هو الايه، اي قيمه، والاس داله، يعني ممكن نقول 10 اس اكس تربيع زائد 2، يبقى كده في داله في الاس. لكن الاساس اي قيمه ايا كان، لكن هنا الاساس فين؟ الاساس اكس، الاساس هو داله والاس 2. طول ما الاس هنا قيمه يبقى دي لا تمثل داله اسيه. لكن الاس هنا لما يبقى الاس هنا لما يبقى قيمه مثلا ايا كانت القيمه داله، دي اسمها داله اسيه. لكن دي هنا فيها اس، لكن دي اسمها داله اسيه. نتكلم عن خصائص الدالة الأسية. لو قال لي A أس ماينس N دي بتساوي 1 على A أس N. طب 2، لو قال لي A M على N هتساوي إيه؟ هحط الـ A زي ما أنا، اللي بره أدخله هنا، يبقى لازق في الـ M على طول إن هو جنبها. A أس M جذر أس N، لما أجي أرجعها هتلاقيها مثلا A أس M على N. عايز أفتكرها، أفتكرها إزاي؟ لما اقول لك جذر اكس اللي هي بتساوي اكس اس نص، حافظينها دي، ده هنا في 1 وهنا في 2، يبقى قسمت ايه؟ قسمت اللي جوه على اللي بره، اللي هو بقى اللي جوه اللي هو 1 على اللي بره اللي هو 2. طب لما اجي ارجعها نفس الكلام، الاكس هنا بقى الاكس فيها 1 وكله جذر تربيع. طيب انا ممكن امثل ده كله بالصوره اللي هي، ممكن اقول عادي جدا اقول ان ده بيساوي ايه؟ اس ايه كل جذر هنا ام، جذر هنا الكل اس ام. ليه ممكن اقول بالطريقه دي؟ عادي جدا، هنا مش ده واحد ودي ان، صح؟ اللي هي بتساوي ايه؟ اس واحد على ان. تمام، الكل اس ايه؟ الكل اس ان. تمام، يبقى ده ممكن بيساوي ايه؟ اس ام على ان. 3، لو قال لي ان الـ A أس X واحد بتساوي الـ A أس X اتنين، أنت استفاد من ده بإيه؟ طول ما الأساس يساوي الأساس يبقى إذن الأس يساوي الأس، يبقى أقول إن الـ X واحد بتساوي الـ X اتنين. 4، لو قال لي هنا إن مثلا A أس 4 في A أس X بيساوي إيه؟ A أس 4 A زائد X. عند الضرب تجمع الأسس، عند الضرب تجمع الأسس، بس لما يكون إيه؟ نفس الأساس. 5، A أس يو على A أس في بيساوي A أس يو ماينس في، اللي فوق على اللي تحت، على فوق ناقص اللي تحت، يبقى يو ناقص في. طيب لازم يكون الأساس نفس الأساس. 6، الـ A أس يو الكل أس في، ده بينتج بيساوي A أس يو في في. 5 لو قلنا مثلا مثال ان 5 اس 5 اكس بتساوي 5 اس 4 اكس زائد 7،
الأساس يساوي الأساس، يبقى إذن الأس يساوي الأس، يبقى 5x بتساوي 4x زائد 7. أخد ال 4x وأوديها هنا، يبقى ال x بتساوي 7. طيب ممكن مثال تاني، وقلت إن الاتنين أس 5x ناقص 8 بتساوي 4 أس x زائد 2. هل الأساس هو الأساس؟ لا، الأساس لا يساوي الأساس. يبقى أقول إن الاتنين 5x ناقص 8 بتساوي 2 أس 2 مضروبة في x زائد 2. يبقى 2 أس 5x ناقص 8 بتساوي 2 أس 2 x زائد 4. يبقى 5x ناقص 8 بتساوي 2 x زائد 4. أودي ده هناك يبقى 3x، أرجع ده 8 بالموجب يبقى كام؟ يبقى 12. يبقى ال x بتساوي 4. طب لو قال لي ان 8 x ناقص 1 بتساوي 4 اس 2 x ناقص 3، هل الاساس يساوي الاساس؟ لا، الاساس لا يساوي الاساس. يبقى اذا ده هحولها، دي تبقى 2 اس كام؟ اس 3 في x ناقص 1 في كام؟ في x ناقص 1. انا ممكن استغل الكلام ده، ممكن استغل الكلام ده واقول ان ده بيساوي 2 في 2 في 2 اكس في 2 اكس ناقص ايه؟ 2 اكس ناقص 3. اضرب 2 في بعض، يبقى هنا اقول ان 3 في اكس ناقص 1 بتساوي 2 في 2 اكس ناقص 3. ينتج عندي هنا ان 3 اكس ناقص 3 بتساوي 4 اكس ناقص 6. اودي ده هنا مثلا، يبقى هنا بقى اكس ده بتساوي ده السالب يروح هناك، يبقى 6 ناقص 3 يبقى اكس هتساوي كام؟ هتساوي 3. طيب في بعض التحويلات المهمه اللي هو التحويل، ودي بقى مهمه جدا، التحويل من الداله الاسيه الى اللوغاريتمية والعكس. طيب لو جاب لي دالة ان الواي بتساوي لوغاريتم اكس الاساس ايه؟ طيب احنا كده احنا بننطقها ازاي؟ بنقول ايه؟ بنقول الدالة ان الواي بتساوي لوغاريتم اكس للاساس ايه؟ اساس. طب افتكر كده معايا الدالة الاسية، كنا بنقول ايه؟ ايه اس اكس ده اسمه اساس وده اسمه اس، تمام؟ يبقى احنا كده كده عارفين ان ده هيبقى اساس. اساس حلو، امشيها ازاي؟ امشيها تلات خطوات هنمشيها مع بعض، اللي هي اقول 1 2 3، يعني 1 2 3 همشي هنا من هنا لهنا كده وامشي من هنا لهنا، نكتبها يبقى دي هتلاقيها مثلا بتساوي، انا بادي منين؟ بادي من القيمة a، هقول ان ال a فوقيها، مش ال a فوقيها y، دي تحت ودي فوق a y فوق، يبقى a اس y بتساوي القيمة التالتة x. الاساس بقى ايه؟ زي ما احنا احنا بنقول ان لوغاريتم اكس للاساس ايه؟ الاساس ايه. طيب لو جانا بقى عايز ارجعها تاني، جات لي مثلا داله الاكس بتساوي ايه اس واي، الاساس ايه؟ اهو ايه. يبقى احنا عارفين ان ده هيبقى ايه؟ عند اللوغاريتم، تحت اللوغاريتم، بس هنا هنمشي العكس، ده هيبقى 1 ودي هتبقى 2 ودي هتبقى 3. هننزل كده، 1 فين؟ 1 واي، طب انت قايل واي بس دي هتقول بيساوي، شوف احنا كل مره كنا بنكتب هنا ايه اس واي بتساوي اكس، هنكتبها العكس بقى، المره دي واي بتساوي كام؟ لوغاريتم اكس للاساس ايه؟ طيب لو قال لك ان الواي بتساوي لين ام، طيب احنا قلنا ان اي لين هي لوغاريتم، ان الواي بتساوي لوغاريتم اي للقيمة ام، وبالتالي عايز احول ده لدالة اسية هعمل ايه؟ زي ما احنا عارفين كده، تسمي تقول ان ده اي ده 1 ديت 2 ديت 3، تطلع من 1 ل2 ومن 2 ل3، يبقى تقول ان الاي اس واي بتساوي الام. طيب عندنا حاجة تانية، لو عندك ان الواي بتساوي
لوغاريتم اكس. لوغاريتم اكس هنا مفيش حاجه اصلا، يبقى الواي بتساوي لوغاريتم 10، ودي شرحناها في الاول للايه، لوغاريتم قصدي اكس الاساس 10. طيب في مثال كويس اما خصص الداله اللوغاريتميه، لو قلنا ان الاكس بتساوي اي اس لين اكس، كده اي اس لين اكس دي تمثل ايه؟ تمثل داله لوغاريتميه. طيب احنا زي ما بصينا في الورقه ديت تمام، هنلاقي ان دي داله ايه؟ داله اسيه اهي بالصوره دي، عايز ارجعها داله لوغاريتميه بسمي العكس، 1 2 3، انزل من 1 ل2 ومن 2 ل3، يبقى عندي ان لواحد او اي ان الداله لين اكس الاس كله بيساوي انزل 2 اللي هي لوغاريتم اكس الاساسيه، وهي فعلا الداله اللوغاريتميه. لو انا قلنا لين اي لين اكس الاس اي هتلاقي بتساوي ان هي لين اكس. طيب مثال على التحويل من الداله الاسيه اللوغاريتميه، لما اقول لي 5 اكس زائد 3 بتساوي لوغاريتم 7، لوغاريتم ام الاساس 7. طيب احنا في الحاله دي كنا بنقول ايه؟ هي نفس الصوره، نقول ان الواي بتساوي لوغاريتم ايه الاساس اكس، هي احولها ازاي؟ قلنا ده اسمه حاجه اسمها الاساس. اساس يعني ايه؟ يعني الاساس اللي هيبقى فيه شايل ليه؟ شايل الداله. كنا بنسميها ازاي؟ بنسميها بالعكس، من هنا 1 تحت 2 3. فهينتج عندك ان 1 ب7 اس 5 اكس زائد 3، كل ده بيساوي قيمة ايه؟ قيمة ايه؟ طيب لو عندك حاجة تانية زي 3 بتساوي لوغاريتم 1000 مثلا، لوغاريتم 1000 ديت احنا عارفين هنا فيه 10، تمام؟ يبقى دي بتساوي، ده اسمه حاجة الأساس، بحط 10 تمام أس 3، 10 أس ده اللي هي 1 2 3، 10 أس 3 بتساوي 1000.